ايوه في زياره علشانك عند المأمور. عشان انا تعرفي اسمي اللي بيقول لك؟ لو النبي عملت ايه في موضوعي يا خالد؟ انت هتلغي كتير بقى وتقنعيني، قلت لك هجوزك يا بنت. الجواز بقى اسهل من المحشي دلوقتي. اسمع من بقك ربنا، بس انت لا دي عايزه رواقه، دي عايزه بس شوف ايه يا حلو قمر. الله قول يا رجل، انت بتردي ولا ايه؟ مش كفايه اللي جراك اخر مره؟ تعالي يا خاله نوسه. ما هو اللي جرالي علمني، لان المره فاتت دخلت غلط، المره دي داخل البيوت من ابوابها. ابواب ايه؟ انا مش فاهم حاجه. اقعدي بس يا خاله، الاول تشربي حاجه. اي حاجه دايت. لا لا دايت ايه، انا جايب معايا ازازه شربات بعد اذنك يا فندم، يفتحوها لنا عشان كل زميلاتها تشرب. واحده واحده عليها يا استاذ ببلاوي، اظن عارفه الاستاذ. عز المعرفه، ده ابويا، ده زي ابوي. ابوك ايه؟ انا مش هحسسك بفرق السن، انا هاخدك ونجري نجري نجري. الاستاذ ببلاوي جاي عشان يكتب كتابه عليكي. يا ست انت استني، استاذ ببلاوي جايب تسريح من نيابه ومخلص كل الاجراءات. والنبي مخلص؟ عقدار عقدار الفرخه بس يا عقدار، ودي قادرها عقدار. يا ست اهدي. معلش يا فندم، المفاجأة خلت الفرحة مش سايعة. مالك؟ بعيط على مخدي البنايه. اختك؟ بتجوز كده ما بعيش حد من اهلي ولا الزمالك ولا حتى المحلة. كل ده اهلي مش عاجبك؟ ايدك يا سيد، ايدك يا استاذ، مديله لو سمحت. حاضر، بص مديله. قول ورايا زوجيني نفسك على سنة الله ورسوله. ايه ده؟ ياح ياح تاني. في ايه؟ تحت باطي بيقوم عليا فجأة. ولازم يقوم دلوقتي. استاذ عايز اكل وحدك. مستعجلني ليه؟ الايام جايه كتير، هنقعد عايزين يا راجل اتوكس. يلا طب بعد اذنك يا فندم، ممكن تسيبونا لوحدنا؟ اه من حقكم، اتفضل يا استاذ عشان نسيب العرسان لوحدهم. يلا هذا احنا بقينا لوحدنا. ببلاوي يا ليل العين الببلاوي، احنا مش هننفع نتجوز. ليه؟ انا خايف عليك. في ايه؟ انا متجوزه من تحت. اه من تحت الارض، متجوزه جديد. واحد في جنوب افريقيا. في جنوب افريقيا. طيب يعني بيسافروا يعني؟ دول طيبين، مفيش منهم خوف. انا خايفه من التالت. وده مين؟ من جنوب افريقيا. الله، وانت واخده توكيل جنوب افريقيا؟ خايف عليك يا زوجة. الله الله الله، انت جيت على السيره يا احدب. احدب؟ لا يجوزني ايه وانا ناقصه رجاله؟ ما كنتش اعرف ان حضرتك مرتبط بيها. ايه ايه ايه؟ تموته؟ اه موته، لكن ايه اللي عملته؟ لا ايوه ايه اللي عملته؟ لا لا يا احدب، انا اللي هقفل. لا 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 يا ورد، يا سيدي البشرات، يا نهار اسود ومجسود. يا سياده المامور، يا سياده المامور. النهار السود يا بابا، شفت النسيبة اللي جات لي يا نقة؟ هيجوزونا ابويا. انها هو انا لو خلفت يا نقة الواد يبقى ابني واخويا؟ انها يلا اهو دل بابا ولا دل حيطة. بابا يا لهوي، ياه ياه ياه، ده ايه ده؟ ده 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 يا لهوي، ياه ياه ياه، ده ايه ده؟ ده 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 ابويا عايز يتجوزني. ابوك عايز يتجوزني؟ شبكني بكني وهيجهزني. شبكني بكني وهيجهزني. اه يا لهوي يا خرابي يا ندبتي يا فضحتي. يا لهوتي يا لهوتي يا لهوتي يا خرابي يا لهوتي يا فضحتي. قولولي ارفض انا ولا اقبل. ابويا اصله ملوش مستقبل. ولو وافقت اتجوز ابويا يا خوفي يطمع فيا اخويا. اه يا لهوي يا خرابي يا مسبتي يا فتحتي. يا لهوتي يا لهوتي يا لهوتي يا خرابي يا لهوتي. ياه 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 يا لهوي ياه ياه ياه، ده ايه ده؟ ده 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 يا لهوي ياه ياه ياه، ده ايه ده؟ ده ده ده. مالك في حاجه يا ابله؟ ابدا، ده انا كان عندي مقابله. ما يلا يا بنت انت يا هبله، انا جاهزه وسخنت الطبله. ارقصوا يا نسوان يا مكبوته، افرحوا يا نسوان، والنبي مالينا الا بعضينا. خدنا ايه من الرجاله غير حلقه الدقن؟
بيتك ياما. هتعملي ايه النهارده؟ ولا حاجه. طب ما تيجي تخرجي معايا بالليل. لا مش قادره تعبانه. طيب يا ستي على راحتك، لما اروح اكلمك. باي. هو اف عليهم. اركبي عايزك. لا من الاخر هما جملتين. لفند اللي اسمه تيمور ضحك عليك وعمل فيها خالتي نوسه عشان توافقوا على جوازه. يا سلام. مش مصدقاني روحي زوري حبيبه القلب مرمي في سجن النساء. مش هوصلك. طب خدي حق التاكس. ازيك يا عم؟ اهلا يا نهار يا بنتي، ازيك؟ الحمد لله. هو مفيش حد منهم هنا ولا ايه؟ مفيش حد منهم هنا. انا مش عارف الولاد دول بيروحوا فين. انا بقالي يومين ما شفتهمش. خشي خشي استنيهم جوه يمكن يجوا دلوقتي. طيب ميرسي. الهدوم دي بتاعت مين يا عم؟ دول بتوع تيمور. طبعا اذنك. اتفضلي يا حبيبتي. ما تقلقش هيكون عندك في المعاد. انا عارف ان برنامج هوا. سلام. طب نبلغ عنه البوليس ونخلص. عاوز فضيحته تبقى على الهوا واللي ما يشتري يتفرج. يا سلام، عايزنا نروح البرنامج اعترف ان دجال ونصاب. دجال واعتزال فيها ايه؟ ايوه قبضت ايه انا؟ هتقبض اللي انت عاوز. اخد خمس بواكي. هدفع. طيب تقول لي بقى هقول ايه هناك؟ الحقيقه الخاله نوسه هي تيمور وتيمور هو الخاله نوسه. عشان يتقبض عليه بتهمة النصب والاحتيال ويخلالك الجو مع نواف. ابن حلال. بالصف. انتظرونا على الهواء وحلقة خاصة عن الدجل والشعوذة ومفاجأة البرنامج حدود فشنتي خادم الخالة نوسة على الهواء مباشرة في هلا شو. يا حبيبي يا ابني. بقى انا ابني في سجن النساء يا كلاب. عمي انت بتضربني انا بس يا عمي ما تضرب فوق. يا سلام وادي فوق. ايه يا عمي يا سلام ليه؟ فين الابره بقى؟ والله لا خياطكم في بعض يا كلاب. مين في قهر انت هو اللي كان بيجي لما كان ابني؟ فودا. مين؟ فودا. فودا ده حتى صاير زيه. وصاير هو اللي عمل الماسك. انت اللي بتعمل الماسك. انت اللي بتعمل ايه؟ انا اللي كنت بنام. انا. طب انت انت طب المهم هنعمل ايه في ايه؟ قدامي على سجن النساء فورا. يلا بسرعه. هو بشندي الكلب اللي قلبه. طب هتعمل ايه؟ لازم اخرج من هنا. تيمور انت عملت كل ده عشان تتجوزني؟ مش عشان ايه؟ ولازم الفرح يتم في ميعاده. انا عمري ما هسيبك ابدا. على فكره انا فصلت في سن الفرح. الف بركه. الفرح حلو وفرح. قولي لامك ان شاء الله هيك. لو ما عرفتي ساقي شيلوا لي علبه الجاتوه بتاعتي. ها اوعي تنسي ان شاء الله. يا خاله. يا حبيبتي عايزينك. ايه طب انا هستاذن بقى. عايزه حاجه؟ لا ميرسي. معاكي فلوس يا بنت؟ معايا. تاخدي حق الميكروباص؟ لا ميرسي يا خاله. طب انا كمان معيش فلوس. يلا باي باي. يلا زياره خطتك وتعيط سراب. هيعدموها بكره امك ان شاء الله. يا بنت هات الصوره بقى. طيب يا خالد. كده تمام. عريسك عندي يا بنت. نبي يا خاله. طب عايزه اشوف. عشان انت حبيبتي. حبيبتي اخليك تسمعي صوته. نبي. ايوه. طب بس غمضي عينك او اتفتحي من غير ما اقول لك. السلام عليكم يا خالتي. ازيك يا حبيبي؟ عروستك اللي قلت لك عليها. الله دي حلوه قوي يا خالتي. والنبي ابوسها. يا انت بوسي ايه عيب بلاش اللي اتقدم. خليه بوسي يا خاله. يخرب بيتك ده طلعت فيكحه. طب يلا واد بسرعه. حنيني يخرب بيتك كنت هتولعي فينا. انا قايله لك فتحي طب خلاص هغمض اهو. لا تغمضي ايه خلاص. استنى علينا جمعتين بقى. هو صايع بيجي في اي وقت. وان شاء الله هتتجوزي وهتطلقي في كلب الكتاب. الله الله الله. انت عامله ايه يا وليه؟ انت ماشي بخيط؟ هو انا خليت وحشه كده. ايه يا محاسن انت ماسكاني ليه؟ طيب انا عارفه ان هي زياره. تيمور انت وحشتني يا حبيبي. ما تخافش يا تيمور انت ما عملتش حاجه. انت بريء. انت كان قصدك شريف بس قابلني بقى لو حد صدق. ان شاء الله هيصدقوه. ولا فودة انا جاهز. امسك الصوره دي بتاعت البنت السجانه. قول لابوك عايزه الشهر بالظبط. ها بكره الصبح هتكون عندك. وانت يا عمرو تروح البرنامج تقول لهم الخاله نوسه طالعه بكره على الهوا. خاله نوسه هتطلع على الهوا بكره. حصل.
ابويا. نعم. اخر حاجه والنبي عايز الفرح يبقى في ميعاده، واعمل لي كل الترتيبات. كل حاجه مترتبه والفرح جاهز يا ابني، بس انت كده هتروح في داهيه. ادعي لي انت بره. ربنا معاك يا ابني. ما هي حكايه الخاله نوسه وما هو سر الروشته الخفيه؟ خروج عفريت 100 جنيه، دخول عفريت 200 جنيه. وصلني ايميل بيأكد ان الخالة نوسة ستظهر معنا على الهواء برغم انها موجودة في السجن. ايوه تمام يا فندم. الخالة نوسة خرجت؟ لا يا فندم موجود عندي في السجن. اوعى تروح كده ولا كده. لا لا ساعتك اطمن يا فندم. قالوا عنيكوا عليه. حاضر يا فندم. تمام اتفضل ساعتك يا فندم. انا لا يا فندم. اولا دوار. حاضر يا فندم. يا رجل احنا كبرنا على الكلام ده كتير. خالتي نوسة، خالتي نوسة اصحي. في ايه ده؟ انا بضحك مع المرحوم. اصحي خالتي، مأمور واقف على الباب وعايزك. مأمور؟ انت عملت ايه بس؟ والنبي ما عملت حاجة يا نوقة. بقولك ايه بنت، انت كلتي عندي كفتة رز حلوة. ان شاء الله يخليكي كفتة. ايه يلا بسرعة. طب يلا يلا بسرعة. طبعا انا اكل مخبر علي. لو النبي خد. اه والنبي ده هو. حطوها في حبس انفرادي لما نشوف اخرتها مع الدهيتي. انفرادي؟ انا؟ يبقى هتعدموني يا نقة. عملتي ايه؟ النبي ما عملت حاجة. هيعدموك يا نوسة. هيعدموك يا نوسة. احوها جوه. خش يا خالتي. النبي ابدا انا مبسوطه بالانفرادي، على الاقل اللي معايا لقوا مكان يناموا فيه. يلا يا عيال المكان مكاننا والزنزانه انفراديتنا. كده انا في نفسك. سامحيني والنبي يا خالتي. اللي انا عملته في نفسي ده. ودبولي بقى الكوشه بسرعه. فرح ايه اللي هتعمليه والمحروس بتاعك في السجن؟ ما تخافيش يا ماما، انا متاكده ان شاء الله هيطلع. والنبي انت مجنونه هتفضحينا في الحته؟ تيمور يا عم، تيمور. تيمور؟ بابا وحشتني. يلا يا فوده بسرعة. يلا يلا. شكرا. النهاردة يوم مش عادي، والموضوع موضوع غير عادي، الدجل والشعوذة والخالة نوسة صاحبة الصيت العالي. ونبتدي حلقتنا النهاردة من هلا شو. استاذ بشندي اتفضل معانا حضرتك ثواني. اتفضل. ايه ايه انا عملت ايه؟ ما عملتش. ما زلنا في انتظار وصول بشندي خادم الخالة نوسة، وفي انتظار المفاجأة الكبرى. وصلني ايميل بيأكد ان الخالة نوسة ستظهر معنا على الهواء مباشرة الليلة بالرغم من انها موجودة في السجن. هتقولي الست دي؟ حاضر يا فندم. انزلي. بقولك انزلي. ماما يانا يانا انتي بقى. وريني هتطلع ازاي. لا وجود للدجالين وكل